عن جد أنا كتير متحمس. يعني هاي أعجوبة يا مدام، زوجك رح يطلع من الغيبوبة بشكل كامل. ما في ولا مريض طلع من الغيبوبة بهي المشفى لحد هلأ. نحن استدعينا الدكتور تهاني من شان حالته، هي تقريبا حالته الثالثة. هو عم يقول انه قبل 48 ساعة زوجك رح يتعافى بشكل كامل. معناتها فيني روح شوفه؟ سدي ساي، صار لك 4 سنين عم تستني هاللحظة، فيك تستني شوي تاني. الاختبارات ماشي هنيك، بيكون أحسن إذا منستنى شوي. شكرا دكتور. عن إذنك. كنت عرفاني هالشي، كان عندي إيمان إنه أنت رح ترجع تتعافى. شوف كيف الله كافأني لأنه إيماني قوي فيه. ما حدا مبسوط أكتر مني اليوم أبداً. بعد 4 سنين من الغيبوبة الكاملة رح يصحى ويرجع لحياته الطبيعية. أنا كنت متأكدة أنه رح يرجع يتعافى بشي يوم. هي أنا بعد 4 سنين من زعلي الكبير عليه رح أرجع حس بفرح لأنه رح يرجع لي من جديد. بعد العتمة الطويلة تبع 4 سنين رجعت الشمس تدخل لحياتي من جديد. أنا مبسوطة كتير، مبسوطة كتير. أنا تعبت من الانتظار وعم بستنى يتعافى. أنا كنت عم بستنى أسمع هاي الأخبار السعيدة، بس أنا لما سمعت إنه رح يرجع يتعافى صار بدي الناس كلها تعرف إنه زوجي رح يرجع لي. جاي على بالي الناس كلها تشاركني فرحتي، بس ما في حدا. لمين بدي أحكي؟ لمين بدي أحكي ومع مين فيني أتشارك هاي السعادة؟ مع مين؟ ماهيش ستي شو كانت تقلي؟ إذا أي حدا بيترك هالدنيا وبيروح فهو رح يسافر لمسافة طويلة، ورح يصير نجم بعيد، رح يكون عم يتفرج على الناس اللي بيحبهم من هنيك. ما نجيت، أنا بعرف إنه أنت هنيك، وكمان أنت فيكي تشوفيني هلأ، مو هيك؟